ديالي رجاء بركات، مستفيدة من دار طالبة جمعية الأعمال الخيرية بالمسيك سيدي عثمان. اليوم استضفنا من طرف مجلس رئيس الولاية الدار البيضاء، كنمثل أن صديقة ديالي أنها كانت تجربة زوينة، وكنتمنى أي وحدة حاصلة على البكالوريا توفق في أي حاجة بغاتها، واللي مقبلين على البكالوريا ديالهم الله ينجحهم. كان حفل رائع، حسينا فريمون بان احنا داك المجهود اللي داز عندنا في البكالوريا ديالنا ما ضاعش هكاك. انا الاسم ديالي فاطمه زهره الحليوي، حصلت على شهاده البكالوريا سنه 2020 بشعبه خدمات محاسبه، درست في مؤسسه مولاي ادريس متابعه للمؤسسه الاجتماعيه رعايه الاطفال. الحمد لله الظروف اللي مرينا بها رغم كانت وعكه صحيه ديال كوفيد اللي عاش العالم كامل، رغم ذلك تجاوزنا كل المحن وحصلنا على شهاده البكالوريا الحمد لله، كاملين تقريبا نسبه عاليه اللي خدينا البكالوريا في سنه 2020، والحمد لله كل شيء مشى مزيان. الحمد لله كنا مش حال هذا باش نعاودوا نتلاقاو مع الناس اللي كنا كنعرفوهم اللي عرفناهم مزيان، ولو عائله بالنسبه لينا، والحمد لله ملي تلاقينا معهم اليوم وكل شيء كيدوز مزيان. شنو غديري مازال كنقرا الحمد لله، غناخد ديبلوم ديالي وغنزيد ليسونس وان شاء الله غنخرج خارج المغرب ونكمل قرايتي ونخدم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.